من هذا الزمان والمكان نناشد كافة القوى الوطنية والضمائر الحية والشرفاء الغيرون على الوطن في كافة ربوعه والوقوف والتراص جنبا إلى جنب ضد هذا الاحتلال الغاشم ومشروعه البغير على كافة الأصعدة والمستويات بدءا من توحيد الرأي والكلمة ونبذ الخلافات وانتهاءا بحمل السلاح ومجاهدة المعتدي الطامع وتلقينه درسا وجعل تراب هذا الوطن مقبرة لكل غازي دخيلا. وبذلك نفحص صفحة جديدة ناصعة في تاريخ شعبنا الأبي.